وين الكنز؟ هدنا الكنز، هدنا حصتنا من الكنز. وين الكنز؟ هون الكنز، هدنا حصتنا من الكنز. شو قصة هالكنز حكولي؟ راح نحكيها. مين اللي بده يحكيها؟ محمد جومر عرب وزياد سهيل كنعان طلا زمان. بس يا كنز كتير استنينا، رايح يطلع روقو روقو، رح يطلع امتى؟ رح يطلع وقت اللي بدي بيطلع زوقو، لازم يطلع بدنا نعيش يا غوار، تعيش تعيش، لازم يطلع بدنا نعيش يا غوار، تعيش تعيش، تعيش 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 تعيش. كفو كفو. بدي مشهور يعرف مين غوار مو خضراء. هسا وقت تيجي. روح روح يا غوار، استعجل. ليش صار شي جديد؟ هاي مشهور جاي من يم طريق المخفر. مو قلتي لي بدك تهدي؟ هسا عم تطلع براسه وما تعرف شي يسوي، قلت لك روح. يا الله رحنا. مساء الخير يا خضراء. مساء النور. ليش واقفة باب الدار؟ كنت واقفة أني أني وغوار. غوار؟ إيه غوار. وإلو عين يجي لهون؟ جاي كرمالي. كرمالي أني؟ شي يريد مني؟ ما يريد لك غير الخير. غوار المزعبر يريد للخير؟ مثل ما يريد لك وزيادة. كذب. ليه كذبوا يا مشهور؟ ما تعرفهم لكن أني أعرفهم. قصدك مين؟ المختار ونظمي. ما فهمت. أني اللي فهمت كل شي. المختار ونظمي قصدهم يصيبوا عصفورين بحجر واحد، أنت وغوار. كيف؟ وسوك تذبح غوار تيذبحك أبو عنتر. مشهور ما ينذبح يا خضرة. بعدين قولي لي مين خبرتك؟ غوار، شوف يا مشهور، عندي إلك كلمتين ورد غطاهم، يا ترضى بيهم يا تخليني بحالي وكل شي بيناتنا ينتهي. أنت بعقلتش يا خضرة؟ بعقلي يا مشهور. اسمع إيش بدي أقول لك. من مكتبة الإذاعة السورية. ليش اجيت لهون؟ ما بتعرف انه اشغالنا لفوق راسنا؟ بس انا فاضي. وإجا كان ضروري تجي لهون وتلهينا. الحق على فرطوم، هي بعطتني. بعدين والله انشغل بالنا كتير على غوار. وين غوار؟ ما بقى الا يجي. اذا صاير له شي او ميت او مكسورة رجله اللي انا مو غريب. لك شو انت بوم؟ لا انا ياسين. لك ارجيني وشك، ارجيني وشك اشوف. مظبوط ياسين البوم. لسه ما طلع الكنز؟ ايه كان بده يطلع اليوم. وليش ما طلع؟ لانك اجيت، شنو ما بده يشوف خلقتك. عمرانه ما يشوف، تضرب انت وياه. لمين هيو ياسين؟ لمين هيو ياسين؟ لا 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 للاخ اللي هنيك بعنتر. من حان قتل غوار. ايمتى؟ شو بيعرفني؟ فطوم شافته بمنامة مقتول وعم تاكله العصفي. يا ساتر، وقفوا الشغل يا رجال، وقفوا الشغل. ليش نوقف الشغل؟ قتل غوار. يا حوالي شبابك يا غوار. هذا اللي كنا خايفين منه. طاب الموت يا ابو العناتي. وليش مين قتل غوار؟ ما بعرف. ولا ياسين؟ نعم. ما شافت فطوم مين قتله؟ شافت. مين؟ ما سألته. وقفوا الشغل والحقوني. لا تنسى يا مشهور انك مطلوب وفراري. ياخذوني. قول لنظمي يا فندي يحبسني. انت مجنون، بدي افهم شو اللي غير عقلك. لعبتكم، بدكن ياني اخلصكم من غوار والنتيجة يا انقتل يا اقضي تالي هالعمر بالحبوس كرمالك وكرمال نظمي. اسمع مني يا مشهور، انا بعمر ابوك وافهم الدنيا اكثر منك. تفهم الدنيا مثل ما تريد، خاطرك يا مختار. استنى يا مشهور، لوين رايح؟ رايح التل، رايح اشتغل بالحفر مع اهل القرية وافهمهم كل شيء.
أنا ميت ولا ياسي؟ فطوم شافتك بالمنام متوفي، أنا شو ذنبي؟ هبت النار ببدني وقت سمعت الخبرية. الله سترنا وما طلع الخبر صحيح، كنا هلأ تحت التراب كش بالروعي. من مكتبة الإذاعة السورية. شغل الولويل. أجل يا البكي وحضر حالك يا زين. للعشاء؟ لا للجزا، الليلة بدنا نجازين. ضروري جازا، قرب لي نقرتك لهون. شو بدك تساوي؟ اسمع، هيك بدي ساوي. شلون هالطيارة؟ قوية كثير. أي وحدة أخوف. كله هاد ما بيشفي غليل، لازم جزا محريز. لك أخي شو عملت؟ حطت مرمروني هالمرمرة، فززت الأهالي مثل المجانين، وعطلت الحفر 7 دقائق لبين ما شافوني واطمنوا. ادفع غرامة التأخير ولا صحيح، وكمان تمنعت تشتغل بالحفر. وبيجوز كان يطلع خبر موتك صحيح ونعدمك أخي غوار. هاي طلع مو صحيح لهالسبب عم انزازي. قوموا يا ياسين، فز على حيلك. لوين بدي قوم؟ سيك الرفش بإيدك ووقف على باب العرزان حراسي، وكل ما اجت حية حرامي دركي من جماعة نظوم، ديب جوعان ضبع فلتان، بتقتله وبتحطه على طرف. لشو يحطن على طرف أبو الغور؟ مشان نكسر الصفرة الصبح بكي. ايه الحق معك. بس أنا من النملة بيوقف شعر بدني، شلون بدي عارك الحياة والدرك والدياب بهالليل؟ مو شغلنا بنوب. بالكازا يوم الأولانيات بتخاف، بعدين بتاخد إيدك قوم. لك قوم يعني قوم. فز اسمع الكلام، لا تصيح بوشه الولد مطيع. وإذا ما وقفت على الباب شو بيصير؟ واحدة من تنتين. شو هني؟ أول واحدة ضرر بضرر، وهي مهمة أخي أبو عنتر. هي ما حبيتها. والتانية بتطلع عالشغل مثلك مثل غيرك. وافقتوا مولانا؟ أنا عنه وافق وهو مبسوط. لا مو هو مبسوط، وافقت من خوفي. ومشد حيله أبو عنتر مشان يفيق بكير. يا الله خليك مستريح، بشده لحالي. بس من هلا عم قلكم ما بقدر انزل على البيار. هاي بسيطة، نحن مننزلك. من مكتبة الإذاعة السورية. هاي آخر حفرة بدنا نحفرها وما كان يطلع الكنز. يمكن يطلع الكنز بيها. حفرة ما يجي عمقها ذراع يطلع بيها 40 خابية ذهب، حدا يصدق هالحكي؟ خلينا نحفر، شو رح نخسر؟ حفرنا كل الحفر من راس التل لهين للسهل، يصعب علينا هالحفرة الصغيرة؟ إذا كان غوار قضى كل هالأيام وهو يكذب علينا، شو تريدنا نسوي بيه؟ أنا أول واحد وقف ضده، بس خلينا نكمل الحفرة وبقية السرداب اللي بقى على البيارة. قديش صفيان من السرداب؟ يجي 40-50 خطوة، تصير كل البيارة موصولة ببعضها وما يبقى له حجة. ناولني هالرفش من قدام. طيب خذ. على مهلك ابو هاير، رح ترميني بالجب انا وصلت للمي. فتح عينك، كنت روحت الرجال. هو اللي كان روحني. كنتوا روحتوا بعض، هلا مو وقتها. الله لا يسامحك يا فطوم على اللي سويتيه بجوزك ياسين. شو صاير عليك ولا ياسين؟ مالك شايف حالتي؟ انت احسن من ابو هايل، اكبر من ابوك وعم يشتغل اكتر منك. ابو هايل متعود، انا هاي اول مرة بمد ايدي على هالشغلات. ليك شو صار بايدي؟ ارجيني شوف شوف، مفقفلين وحالتهم حالة. كل شي صار لك بالقصر مبارح العصر. ليش من مبارح العصر؟ هاي 10 يوم وانا على زق احجار وطلق مي. يا اخي اندبحت. صفيان شغل اليوم وبكرة وبيطلع الكنز. اكيد بكرة بيطلع ابو الغور. معلوم، خدوه من دقني هي قبل هي. اصبح خليني روح جيب مرتي فطوم مشان تاخد حصتها من الكنز. فطوم مو قدراني تجي مريضة. مين قال لك؟ من 10 دقايق شفتها بالمنام كانت على اخر نفس. صار لك فايع 10 ساعات، شلون شفت بالمنام من 10 دقايق؟ لك انا هيك طبعي بالمقلوب، بشوف مناماتي وانا صحيان.
انشغل بالي على فطوم. بعد شوي اطمنك عنها. كيف بدك تطمني؟ بشوف لك منام تاني بعرف لك شو صار فيها. خذ السطل من الرجال رح تنكسر الايده. من مكتبة الإذاعة السورية. مالك يا مشهور؟ ناس ضاقت اخلاقها والشيطان بلش يحاكيهم اشكال والوان. الشيطان ما غيره؟ ما غيره. ليك مقصوف الرقبة ليك ودخلك شو عم يحاشيه؟ شرفني. المهم رح يقطعوا الامل من الكنز. ليش؟ لا سمح الله. خلصوا من حفر كل الجباب وما طلع شي كنز. خلص حفر السرداب بين الجباب. لسه يجي 40 خطوة منه. روح خليهم يكملوه. اكثر جماعة السرداب وقفوا الشغل. حتى ابو سيف عم يقول غوار ضحك علينا وشغلنا على قلة فايدة. وشو الحل ابو الغور؟ في شي تاني. اول تاني ما بعرف. الجماعة بطلوا يشتغلوا. ليش وقفتم؟ هيك وقفنا. شو وقفكم؟ سر الكنز. مين بيعرف سر الكنز؟ لك انا غوار ابن الطوشي. تريد لحام. مين اللي دلك على الكنز؟ والله اني والله اني محمد جومر وسهيل كنعان. امتى رح يطلع هالكنز؟ يمكن بكره. استنوا بكره. لك وانا اللي عم بتعب معك بالكنز شو نسيتني؟ اهلين اهلين ابو عنتر. مين معك كمان؟ الموسيقى التصويرية والالحان عبد الفتاح سكر وشاكر بريخان. ايوه هلأ تمام. شو تمام؟ بدنا نعرف هالتركيبة. مين الجمعها وخلاك تتعب تا يطلع هالكنز؟ بدنا نعرف بدنا نعرف. المخرج سهيل كنعان.